أحسن الله إليكم. المرسل عين لام من سوريا يقول: أنا شيخ كبير طفت للعمرة ثم سعيت 7 أشواط، لكني بدأت من المروة وقصرت في الصفا ولبست المخيط، فما حكم ذلك؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. حكم ذلك أن سعيك لم يكمل، وما دام لم يكمل فإنه لا يصح، لأن الطواف بالبيت 7 أشواط، يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة 7 أشواط، يبدأ كل شوط من الصفا وينتهي بالمروة حتى يكمل 7 أشواط، فعليك أن تعيد هذا السعي، ترجع وتعيد هذا السعي، لأن السعي الأول لم يكمل. نعم. وما بين ذلك يعني إصابة شيء من محظورات الإحرام؟ نعم، مثل لبس المخيط وغيره. إذا كان جامع في هذه الفترة فإنه يكون عليه فدية ذبح شاة في مكة يوزعها على الفقراء، أما إذا لم يكن حصل منه جماع فإنه يعيد السعي ولا شيء عليه. نعم. لابد يكون عادة في وقت الحج ولا في أي وقت؟ في أي وقت، لا في أي وقت، لأنه هو لحج قد مضى. نعم. فيبادر في أداء السعي. نعم.